النتورك دي بيسموها ايثرنت نتورك، يعني في كمبيوترز كونكتد مع بعض وكونكتد مع بعض بكيبلز. لما يكون في نتورك بالشكل ده بيسموها ايثرنت نتورك، ايثرنت نتورك، او ممكن يسموها لان، اللي هي نتورك موجوده في اوضه، موجوده في بيلدينج، موجوده في مبنى، موجوده في مكان مقفول يعني. تمام، الكيبلز كده لما تبقى بتكونكت النتورك يبقى اسمها ايثرنت نتورك او اسمها لان. مين ده؟ السويتش، ده الكونكشن ديفايس اللي بيكونكت الكمبيوترز ببعض. يبقى ده بالنسبه لل السويتش، بيكونكت الكمبيوترز في ايثرنت نتورك او في لان، في لوكال اريا نتورك. تمام، طيب لو انا عندي نفس النتورك بس عندي بقى سمارت فون كده، عندي لابتوب، عندي ايباد، عندي اي ديفايس تاني كده، بس الديفايسز دي ما فيهاش كيبلز، تمام، محتاجين ان هم يكونكت بسيجنالز، عندهم وايرلس سيجنالز، فاجيب لهم ديفايس في النص كده اسمه ايه الديفايس ده؟ اسمه واب. واب stands for ايه؟ stands for wireless access point. يبقى الواب او الوايرلس اكسس بوينت ده ديفايس بيكونكت مين؟ بيكونكت الوايرلس ديفايسز في النتورك بتاعتنا. يبقى الواب ده او الاب زيه زي السويتش، بس السويتش كان بيعمل ايه؟ السويتش كان بيكونكت الكمبيوترز في الايثرنت نتورك، لكن الواب او الاب بيكونكت الكمبيوترز او السمارت فونز او الايبادز او اللابتوبس في وايرلس نتورك. ده مهم جدا. So far so good. مش فاهم يقول. لا تمام. تمام. تفتكر انت محتاج في النتورك بتاعتك ده بس ولا ده وده؟ يعني محتاج سويتش بس ولا محتاج السويتش والاكسس بوينت والوايرلس اكسس بوينت؟ محتاج الاثنين، لان انت في النتورك اللي عندك عندك بنسميهم موبايل ديفايسز، يعني موبايل ديفايسز يوزرز، الناس اللي شايله اجهزه بتتحرك بيها زي اللابتوب، زي السمارت فونز، الايبادز، التابلتس، الحاجات دي كلها. فانت محتاج ده، ومحتاج برضو يكون عندك سويتش عشان في ناس عندها كمبيوترز داخله على النتورك بكيبلز، بكابلات، فانت محتاج برضو يبقى عندك سويتش. ماشي، في البيت يا جماعة احنا عندنا ديفايس واحد بس، فاكرين كنا بنسميه ايه؟ ها؟ قلت الكلام ده والله، مصر، فاكرين؟ لانه شغال مودم وشغال اكسس بوينت وشغال راوتر وشغال سويتش. قلنا الكلام ده يا جماعة ولا لا؟ عشان لو ما قلتوش ممكن اكون انا ما قلتوش. لا قلنا لا الكلام. تمام، فمصر ده شغال مودم واكسس بوينت وشغال سويتش وشغال راوتر. انت عندك في البيت مصر ده وان ديفايس وفيه الفور فانكشنز دول، لكن لما حضرتك تروح الشغل مش هيبقى فيه المصر ده، هيبقى فيه المودم لوحده، والاكسس بوينتس مش هيبقى واحد، ده هيبقى كتير، لان المكان بتاعك هيبقى كبير، الشركه هتبقى كبيره، والسويتش هيبقى كذا سويتش، والراوتر هيبقى كذا راوتر. يعني اديكوا فكره كده الدنيا بتبقى عامله ازاي في البيزنس. هنتخيل مع بعض ان دي شركه بتاعت حضرتك، تمام، الشركة دي فيها ده مبنى إداري أهو، والمبنى الإداري ده فيه الرومز دي، دي أوضة بتاعت الإتش آر، ودي أوضة بتاعت السيلز، ودي أوضة بتاعت مش عارف الماركتينج، ودي أوضة بتاعت المديرين، ودي أوضة بتاعت الأي تي، وجنبهم كده عاملين أوضة كده، الأوضة دي اسمها الداتا سنتر روم، دي اللي متجمع فيها كل الدنيا. اللي بيحصل ازاي؟ هنا عندي نتورك، ادي نتورك اهي، ادي الكمبيوترز موجوده في الاوضه بتاعه السيلز كونكتد مع بعض كده على السويتش اهو، وادي الاوضه بتاعه دول السيلز، وادي الاوضه بتاعه الماركتنج، ده بقى يكون بنك، يكون شركه، تكون مدرسه، تكون جامعه، ايا كانت، ودي مثلا الايه الديبارتمنت ده بتاع مثلا الماركتنج، ده بتاع الاوبريشن، ده بتاع الاتش ار، ده بتاع مش عارف، المهم ان كل مكان، كل اوضه، كل مبنى عنده سويتش، والسويتش بيكونكت الكمبيوترز كلها. لازم الرسمه دي تكون يعني حافرها في دماغك، لان هو ده البيزنس، ده اي مكان اهو، ودي الكمبيوترز كده 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 كده، وده نفس الكلام، ده الاتش ار، ودول الناس بتوع الاي تي. جميل، حلو. مين دي بقى؟ قال لك دي الداتا سنتر روم اللي فيها الدنيا كلها.
السويتش ده خارج منه كابل كده، وده 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 خارج منه كابل كده، والكيبلز دي كلها متجمعة في الداتا سنتر روم اللي هو ده ده ده، وده بقى واخد كده ورايح للإنترنت. ده اللي بيحصل في كل الشركات وكل الاورجانيزيشنز، تمام؟ لكن انت عندك في البيت، انت عندك سويتش هو الراوتر هو الاكسس بوينت، لكن الراوتر في الشركه فين؟ الراوتر هنا بس، الراوتر موجود في الداتا سنتر روم بس عشان اللي بيوديه الانترنت. طب الاكسس بوينتس فين؟ الناس بتوع الاي تي حاطين في كل اوضه كده اكسس بوينت، او في كل دور حاطين الاكسس بوينتس كده في الادوار عشان الناس اللي معاهم تليفونات وبتاع يقدروا ان هم يدخلوا على الانترنت. طب المودم فين اللي بيوصل التليفون؟ موجود في الداتا سنتر روم. يبقى المودم والراوتر موجودين هنا بس في الاوضه بتاعت الداتا سنتر، لكن الاكسس بوينتس كلها متنطوره كده في كل حته عشان الناس تعرف تدخل على الانترنت من غير مشكله، ويعرفوا يدخلوا على الشغل بتاعهم بالموبايل فون وبتاع. دورك انت ايه بقى في الدنيا دي كلها كراجل فاهم نتوركينج؟ انك تمانج كل الدنيا دي. انت ما عندكش سويتش واحد، انت عندك سويتش لكل نتورك صغيره، والكيبلز طالعه من السويتشز دي كلها متجمعه في الداتا سنتر روم اللي فيها السويتشز دي كلها. طبعا مش انت اللي ممكن بتعمل الكلام ده تحديدا، اللي بيعمل الكلام ده ناس بنسميهم النتورك تكنيشنز، هو اللي بيوصل وهو ده وهو ده، لكن لازم انت تكون فاهم، لان الدنيا دي او الشغل ده لو في مشكله شغلك انت اللي فوق هيبقى فيه مشكله. اديكم مثال صغير، مش احنا قلنا ان احنا عندنا هنا كده في سيرفر بنسميه دي سي؟ قول لي كده دي سي يعني ايه يا علي ابراهيم؟ علي، علي ابراهيم، طب اباني دي سي يعني انا ايه؟ بس بحاول اطبع خلاص. تمام، دي سي يعني، ها قول لي يا اباني كده. طب قول لي يا احمد. دومين كنترول، تمام، مين الدومين كنترولر ده؟ السيرفر. هو حضرتك سامعني؟ لا ما كنتش سامعك. طب ماشي. طيب دومين كنترولر ده السيرفر اللي بيكنترول الدومين. طيب احنا عندنا ماشين هنا يا اباني عايزه تعمل جوين تو دومين. فكرني كده يا علي ابراهيم، لما احنا بنعمل ماشين بنعمل لها جوين للدومين، ايه اللي بيحصل هنا في الدومين كنترولر؟ بيكريت لها ايه؟ هو بيعمل لها اكونت بباسورد، يعني باسورد اي حاجه، وهو لما الاكونت ده بيخش بيغير هو باسورد نفسه، صح؟ ده الكلام ده على اليوزر، لكن انا بتكلم على الماشين اه نفسها. الماشين نفسها بتعمل لها برضو اكاونت، لما بتعمل الماشين جوين الماشين نفسها بيبقى ليها اكاونت جوه الكمبيوتر جوه الدي سي. يبقى كده الماشين ليها اكاونت، واليوزر نفسه اللي هيقعد على الماشين انا عامل له اكاونت هنا. عشان كده اصلا لما بنيجي نفتح الكونسول هنا اسمها اكتيف دايركتوري. ايه حد فاكر اكتيف دايركتوري؟ ها يوزرز يوزر اند اكونت. كمبيوترز، هي اسمها كده. ليه سموها كده؟ عشان هي فيها كمبيوتر اكاونتس وفيها كمبيوتر اكاونت وفيها يوزر اكاونتس. طب احنا عايزين نعمل الماشين دي جوين للدومين ده، فلازم تكون في كونكشن اللي هو بنسميه الفيزيكال كونكشن زي ما قلنا. طب في مشكله في السويتش، في السويتش ده والماشين دي مش واصله هنا، ما ينفعش اقول بقى ده انا راجل بتاع سيستم ادمنستريشن ماليش علاقه بالسويتشات وبالراوترات وبالكلام ده يا فندم. ما هو طول ما الماشين دي مش عارفه تكونكت على السويتش يبقى مش هتكونكت على حضرتك، يبقى مش هينفع تعمل لها ايه؟ جوين. فلازم تبقى فاهم الفرق بين اي تي شاطر واي تي على قده. الاي تي الشاطر هو اللي عارف الباوندرز بتاعته، عارف حدوده ايه، وعارف بعد كل حدوده بشويه. يعني انا كبير الحته دي بس انا عارف لحد هنا من الديفلوبمنت، ولحد هنا من البروجرامنج، ولحد هنا من الجرافيكس، ولحد هنا من ده، ولحد ده راجل ليه سعر. لكن اللي خانق نفسه في حته معينه لا. وهتحس بالفاليو بتاعت الكلام ده ان شاء الله لما نبدا قريب قوي بتوبيك تاني بقى، لما نخلص السيستم ادمنستريشن نتوركينج والكلام ده ونبدا بقى ندخل في الايه، في الديفلوبمنت. اه تحس بقى انك اه ده علاقه الديفلوبمنت ايه بالنتوركينج، بالسيستم ادمنستريشن، علاقه الويب ايه، علاقه السكيورتي ايه، تبدا تربط الدنيا ببعضها بقى، وتلاقي نفسك لوحدك كده زي ما اتفقنا في اول سيشن، انت مع نفسك كده اخترت تراك تمشي فيه. انا حبيت قوي الويب ديفلوبمنت، انا حبيت قوي النتوركينج، انا حبيت قوي السيستم ادمنستريشن، طول ما انت عارف الدنيا شغاله ازاي. اوكي، يبقى ده اللي كنت بتكلم فيه على النتورك ديفايس. باقي نتورك ديفايس اتنين اللي هو الراوتر، وده اللي هنتكلم فيه النهارده، والراوتر ده اللي هو بيكونكت نتورك مع نتورك.
يعني ايه؟ انا عندي الشركه هنا ليها فرع موجود في اسكندريه، والشركه اصلا هي موجوده في كايرو. عايز اربط الفرع ده او المقر الرئيسي بالفرع ده، لازم يكون عندي هنا راوتر ولازم يكون عندي هنا راوتر. يبقى الراوتر بيكونكت تو نت وركس، بيكونكت اتنين نتوركس مع بعض، تمام؟ طب هسأل سؤال رخم شوية،